السلام عليكم. اليوم جينا باش نوضحوا بعض النقاط سمعنا في الايام اللي فاتوا باللي الهضره باللي كاين اتصالات من فرق جزائريه، وانا نسمع كما يسمعوا كاع الناس. هي كانت كاينه اتصالات من عده فرق، وانا كنت هدرت في العديد من المرات وقلت باللي ما راحش نبدل الوفاق الا الاحتراف، كنت حاب نكمل هذا العام مع الوفاق. وانا مازالني عند الوعد تاعي، وان شاء الله ندير عام مليح. انا راني قاعد في وفاق سطيف، وان شاء الله ان شاء الله كما يقول لك نقدمه موسم خير من الموسم اللي فات اللي درناه. انا كاي لاعب الحلم تاعي هو الاحتراف، كاين عروض من الاحتراف ان شاء الله، عروض من الخارج نستنى ان شاء الله اني ندوس في العروض. الا ما كانش عرض كما قلتها في شحال من خطره، انني باقي في وفاق سطيف وانني مرتاح في وفاق سطيف، وبالنسبه لي انا في الجزائر هنا ما نقدرش نلعب في اي نادي غير وفاق سطيف. قلتها واني نعاودها، نطلب من الانصار تاعنا يقفوا مع الفريق ان شاء الله الاخير لحظه ان شاء الله، باش نعاودوا نرجعوا الهيبه تاع الوفاق، نعاودوا ان شاء الله نشوفوا وفاق سطيف ان شاء الله يتوج بالالقاب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.